غتولي السيركلاسيون شويه معقده، غاولي الناس ما لقاوش خدمه الصباح يقول لهم حنسرين ما لقاو فاش يمشيو، الناس ولفوا الطرام ولاو كيمشيو مرتاحين شويه، من غتقطع ولا بنادم مع عاوتاني تقلب على ترونسبور طوبيس طاكسي، غتولي السيركلاسيون شويه محبوسه، غادي نحاول نقلب على شي طوبيس ولا طاكسي ولا شي ترونسبور صغير، شي دراجه ناريه نولي نمشي بها الخدمه ديالي. لقاو بعض الصعوبات لان الطرام سهل بزاف الحوايج للناس اللي بعاد، بالنسبه للناس اللي في سيدي مومان، المهم الناس اللي كيسكنوا بعاد. وبالنسبه ليا كاينين بزاف الحوايج فهمتي، كاين طاكسي عاوتاني غالي بالنسبه للناس اللي بعاد وياخذوا تريبورتور، هادشي اللي كاين. هنا غيخدموا اغلبيه الطاكسيات خصهم يكونوا زعما يوليو يخدموا بكثره، داك الشيء هذوك اللي كانوا كيحبسوا مثلا في واحد الوقيته ولا هادي الطاكسيات هما اللي خصهم يعوضوا، والناس اللي غادي تمشي مثلا كان مولفه كتفيق في السبعه راه خصها تفيق في السته ولا في الخمسه، يعني خصها دير حسابها. وزعما نورمالمون راه الناس المسؤولين هما اللي خصهم يقلبوا على البديل، هذا بحال دابا كتقولها وسائل الواحد كيقلب عليها راسو، اما اللي غتحبس الطرام واحد هذه خصك تكون المسؤولين ديال الطرام هما يديروا هما يقلبوا على الوسائل من قبل. غتشوف شي سوليسيون اخرى اللي غتاخذ فيها بشي طاكسي ولا تاخذ شي حاجه اخرى، شي طاكسي ولا طوبيس شي حاجه بحال هكا. بما ان الطرام ما خاصوش يدار في الطريق المضيقه، كون داروا ليه قنطره ودوزوا على الطريق اللي فهمتي اللي بعيده على الشانتي ديال، حيت حنا عندنا الطرقان صغار بزاف، هادشي اللي غادي ننصحك به. كاينين الطاكسيات موجودين، هو الطرام اصلا ضيق الطريق بزاف، هادشي اللي كاين. جو كونسي الناس بان طاكسي بلون، الناس فريمون اللي كيمشيو في الطرام وكيضربوا مسافات طويله، سي با لا بين دو بخوند ان طاكسي روج، حيت كل الله يحسن العوان كله شنو زعما البيدجي ديالو في الترونسبور شحال من حاجه.